مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. التخلي عن الدولار واستبداله بعملات اخرى مقترحات يتم دراستها حول العالم قد تغير مسار الاقتصاد العالمي بشكل كامل. فما اخر هذه الاتفاقيات في هذا الشان وما ابرز القرارات اللي بيتم دراستها لاستبدال الدولار وما تاثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟ التفاصيل كامله من خلال هذه التغطيه. الحقيقه انه خلال الفتره الاخيره بتسيطر على النظام الاقتصادي العالمي بعض المداولات عن حركه التخلي عن الدولار، واللي أصبحت واضحة بالفعل في الفترة الأخيرة، وبالفعل تعددت الاتفاقيات بين عدد كبير من الدول للتعامل بعملات أخرى غير الدولار، وده اللي بيعتبر مؤشر قوي لحركة العالم السريعة لإسقاط العملة الأمريكية اللي تسببت في تفاقم معدلات التضخم بشكل كبير وعدم تمكن الدول من إتمام عمليات التبادل التجاري نتيجة لاتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفايدة بشكل متتالي. أما عن السبب الأول وراء حركة التخلي عن الدولار في العالم فهي مجموعة بريكس وهي بنك التنمية الجديد التابع لها ومقره الصين. ومن جانبها قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أحدث تصريح عن البريكس أن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر للمجموعة هيعززها لما لهذه الدول من إرث حضاري كبير عربي وإسلامي، كما أن انضمام هذه الدول سيعزز أيضا مبادئ التعددية القطبية التي بدورها بتدور حولها الحديث حاليا وبتتم صياغتها بشكل موضوعي. أكد أيضا وزير الخارجية الروسي أن الدول الأربعة أقوياء وهم دول قيادية في العالمين العربي والإسلامي، وانضمامهم للبريكس إضافة قوية جدا للمجموعة. في نفس الإطار كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي قال في تصريحات سابقة أن عدد الدول اللي بترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس مستمرة وفي تزايد ووصلت إلى 20 دولة حتى الآن. كانت مصر انضمت بالفعل الى بنك التنميه التابع للبريكس بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 628 لسنه 2022 بشان الموافقه على اتفاقيه تاسيس بنك التنميه الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقه انضمام جمهوريه مصر العربيه، واللي بياتي بمثابه اضافه قويه لخطه التنميه والاولويات الوطنيه لمصر وتعزيز قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. وافق بالفعل بنك التنمية الجديد في عام 2021 على قبول بنجلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأيضا أوروغواي كدول جديدة تشارك في أنشطة البنك، ولكن الدول الأساسية في البريكس هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. من ناحية أخرى ترغب حوالي 20 دولة في الانضمام إلى المجموعة، حيث أكدت الجزائر في بداية مايو الماضي رغبتها في الانضمام إلى هذه المنظمة لتكون الدولة المغربية الوحيدة التي أبدت رغبتها في ذلك مع 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين بجانب إيران. وكان أيضا وزراء خارجية دول البريكس اجتمعوا بالفعل يوم الخميس 1 يونيو لتحضير قمة الزعماء المرتقبة في أغسطس المقبل، والتي من المقرر أن يتم الموافقة فيها على انضمام عدد كبير من الدول واتخاذ خطوات ملموسة حول عملة البريكس الموحدة حتى تكون شوكة جديدة في ظهر العملة الأمريكية التي تسيطر على أكبر حصة من إجمالي المعاملات الدولية. خلونا نعود إلى الجزء الخاص بتبديل التعامل بمعاملة الدولار، حيث يبدو أن تحركات هذه المنظمة وبنك التنمية الجديد التابع لها ستغير الخريطة الاقتصادية في العالم بشكل كبير حتى ولو كان بشكل جزئي، بعدما دش مسؤول مجموعة البريكس في شنغهاي بديل صندوق النقد وعملة موحدة جديدة لتكون بديلاً ومنافساً لمؤسسات التمويل القائمة بالفعل كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لأن البنك سيمول مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية في دول مجموعة البريكس، خاصة للاقتصادات الناشئة في إطار جهود بناء التكتلات الاقتصادية الجديدة للحد من سيطرة الدول في حركة التجارة. كما تسعى أيضا مجموعة البريكس للتواصل لاتفاق حول عملة موحدة لحركة التجارة البينية بعد تأسيس بنك البريكس عام 2012، وكان رأس المال المبدئي له 50 مليار دولار تتقاسمها بالتساوي الدول الخمس الأعضاء التي تتقاسم أيضا حقوق التصويت بالتساوي، ومن ثم تمت زيادة رأس المال إلى 100 مليار دولار خلال عامين من التدشين في عام 2015. وبالفعل وافق بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس منذ إنشائه على نحو 80 مشروع لأعضائه باستثمارات إجمالية قدرها 30 مليار دولار وفق إحصاءات منشورة عام 2021 عقب انضمام بنجلاديش، وتشمل هذه المشاريع بعض القطاعات منها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية، وأخيرا كان قد بلغ الناتج المحلي للاقتصاد العالمي 96.1 تريليون دولار في عام 2021 بحسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
كانت مساهمة دول تجمع البريكس في هذا الناتج 24 تريليون دولار، وده بيمثل نسبة 25%. مشاهدينا، هذه كانت كل التفاصيل الخاصة بالمقترحات الجديدة لتغيير مسار الاقتصاد العالمي بشكل كامل وآخر الاتفاقيات في هذا الشأن، وأبرز أيضا القرارات لاستبدال الدولار بعملة موحدة من منظمة البريكس. دي كانت نهاية تغطيتنا، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.